الجلسة بتاعت النهاردة بنرحب بكل الزملاء اللي معانا. دي باكورة العمل المشترك الرسمي بين الجمعية المصرية للاضطرابات الذهنية ورعاية الأطفال ووحدة الطب النفسي والتطور والسلوك عند الأطفال بقسم طب الأطفال جامعة عين شمس كلية الطب، وقسم الطبي بكلية الدراسات العليا للطفولة. وطبعا بنرحب بوجود الأستاذة الدكتورة منى الجنزوري معانا، رئيس قسم الأطفال. دكتورة هوايدة، ميرسي، انتي منورانا ومشرفانا والله. انتي منورة الدنيا يا دكتورة منى. النهاردة فيري نايس، يعني ربنا يخليك، بنجتمع النهاردة علشان نحتفل بيوم التوعية باضطراب ما بعد القرب، اللي هو الستريس بوست ستريس ديس اوردر سيندروم. والموضوع ده الحقيقه دلوقتي بقى له اهميه كبيره جدا، خصوصا بعد جائحه كورونا. واعتقد ان هو موجود على الناحيتين، يعني موجود عند الاطفال والكبار، لان الاهالي اللي قاعده تذاكر لعيالها وتعلمها الكتابه والقرايه تعبوا جدا هم كمان، وهم نفسهم متعرضين للستريس ده. بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر ذا انفيزيبل ووند وات ستاند بيهايند. بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر ذا انفيزيبل ووند وات ستاند بيهايند. ناو ويل ستارت ويز مين اول دلوقتي بس انا كان نفسي معايا لابتوب. دلوقتي هنقدم اول توك وهو ديالوج بيني لا لا من الاول يا هويده، من الاول حبيبتي، كي السيناريو الشورت، كي السيناريو الاول. حلو، كويس قوي. طب فين دلوقتي؟ يسعدني ويشرفني ان انا اقدم منى الجميله، هتكلمنا شورت كي السيناريو. اتفضلي. انا معيش الاسماء. الدكتورة منى عسوي، مدرس مساعد الطب النفسي والتطور والسلوك في قسم طب الأطفال كلية فرصة سعيدة جدا. هتعمل لنا انترودكشن بشورت كيس سيناريو. اوكي، اتفضلي يا دكتورة منى. ربنا يخلي حضرتك يا دكتور هويدة. الله يخليك يا حبيبي. احنا هنتكلم عن patient K 11 years old female patient. اعملي كل سلايد يا منى بعد اذنك، اعملي يعني البيوسي تحت، اعملي فول سلايد عشان تبان. تمام. KA 11 years old female patient, second order of birth of non-consanguineous parents. Although she lives with her loving parents and siblings, she had many phobias because of some bad experiences she passed through. After COVID-19 pandemic lockdown, in March 2021, she started to be very irritable and anxious. She became obsessive with her personal hygiene and started to prefer to stay alone away from her family members. Her mother and older sister caught COVID-19 infection and the whole family had to do diagnostic swabs and remained in isolation for 15 days. Her mother recovered, but unfortunately her sister passed away. After the death of her sister, she lost her appetite and her irritability exaggerated. She had difficulty to go to sleep and suffered from very frequent nightmares. She started to blame everyone for the death of her sister with increased tendency for isolation from her surroundings. Well, we wonder what was our case suffering from? This is the subject of our webinar today. I hope that we all now are eager to answer that question. Thank you, dear doctors. Thank you, Minna, for your excellent presentation. And it is considered an excellent introduction to our webinar today. Now I am inviting